حابة أتكلم بشكل مبسط عن عطوري. سويت مجموعة جديدة، ما أبي يعني أدش بالأجواء الجديدة، أبي عطور استايل عطوري تكون العطور القديمة، عطور زمن الطيبين. بتقولوا لي ليش وفي جيل جديد وكذي؟ لا، الجيل الجديد متعود على هذا الزمن. عطر من العطور أنا قلت عنه أنه هو قريب من عطر أنا وايد أحبه، براند وايد أحبه وقديم، أغلب الأوقات ألاقيه بالمطارات، قريب منه بنسبة 70-80%، مع إضافاتي، مع اللي أنا، لأنه ما أبي أسوي شيء يكون كوبي 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 بيست، لأنه ما أحب هالجو. هانيمون العطر اللي قلت لكم بالصدفة كان ثاني عطر، أحاول أزيد عليه إضافات لين أطلع العطر اللي أنا أبيه.